في هذا السوق التجاري بوسط مدينة بشار تنوعت المواد الاستهلاكية بما يضمن احتياجات المواطنين للمنتوجات التي تعرف استهلاكا واسعا خلال شهر رمضان. والحمد لله على حسب ما احنا نلاحظوا راه كل شيء راه موفر وكل شيء راه رخيص بالنسبه للدجاج بالنسبه للزيت. كمواطنه راني نتمنى هذا العمل اللي قامت به الدوله وين توفرت فيه المواد الاساسيه مثل الزيت السكر الحليب يوميا. تجار الجمله نقدموا الخدمه للمواطن من الجمله الى المواطن البسيط باسعار تنافسيه. مصالح التجاره بالتنسيق مع التجار والمؤسسات عملت على توفير مختلف السلع بكميات معتبرة. بذلنا مجهود كبير من أجل توفير مواد واسعة الاستهلاك وإن شاء الله رانا على قدم وساق وراهي الكمية اللي تدخل مباشرة هي تجي للسوق. تم اختيار موقع السوق الجواري والسوق الجهوي للمواد الغذائية أساسا لتمكين المواطنين من المواد الغذائية مباشرة من الموزع، وتم بالإضافة لذلك ترخيص الموزعين ليبلغ عددهم في السوق الجواري 48 تاجر جملة. فيما يبقى وعي المواطنين وتحليهم بعقلانية الاستهلاك يضمن استقرار الأسعار ووفرة المواد طيلة الشهر الفضيل.